كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اهتزت مدينة طنجة صباح اليوم الجمعة على خبر جريمة قتل راحت ضحيتها زوجة وأم لطفلة من قبل زوجها بحي بن ديبان. هذه يومين جات عنا الدار مضروبة كاملة مزرقة، مي قلنا لاش عندك قتلك كيضربة وكيتعدى عليها. مشات فحالة الدار، مشات الدار مرات حبيبي، هبطت مرات حبيبي تندار، قال انا ما ضربتها شي وانا ما نعرف شنو، انا غير سوء تفاهم بيني وبين مراتي، ما يتدخل حتى شي واحد. صافي مشات فحالة مرات حبيبي، جا هو دخل ديك النهار قتلها في الليل، لواها وعملها في ماريو. حنا ما كنفتشوا عليها ما كيناشي، مشينا للحضانه قالوا البنت ما جابتها شي البارح واليوم. صافي بقات هيداك كلشي كيفتش، اليوم في الصباح مشاو للمعمل ديالها جبروها ما مشاتش، رجعوا للدار كيفتشوا على شي ورق في الدار ديالهم، عفرعوا الباب باش يديو شي ورقه باش يجبروه يعرفوا شكون واحد، حيت البوليس ما قبلوا منهم حتى شي ديكلاراسيون، ما عارفينش شكون. خشاو يدهم في ماريو كيجبروا مرا ميته داخل، جبدوا بطانيات طاحت مرا ميته تماك، وجهها كامل مكويك وها واقيلا بقر ولا بشي حاجه، وعنقها كامل مجيف وكامله زرقاء، قتلها بالسبنيه بالشان كحال وجيفه. قطع التصاور ديالو، خلى عيد التصاور ديالها وقتلها ودا العايله وهرب، وعطي كانوا عنده الطويرات فتح ديك الطويرات طيرهم وخرج ودا بنته في الطراف الزنقه ودا العايله وهز حوايجو وهرب. وقلاش عندك زكيه؟ قالت لي راه هو ضربني، ديك الساعه تعرضت لي الراس ديالها كامل مطنبق بالكاس. ديك سادات عيطت لي خالتها قالت لها زكيه هبطي انا في الدار، هبطنا للدار جبرنا هو تمايا. ديك سادات قلت له ولدي علاش ضربتيها؟ قال لي ما ضربتهاش. ديك سادات عرضت الراس ديالها بقات كتوريه له، قال لها ما ضربتهاش. ديك سادات خالتها بقات كتغنن معاه، قال لها انا ماشي نجيب لك الراجل ديالك، مشى ما ولا شي جا حتى مش طلعنا حنا بحالنا للدار ديالنا. ديك سادات عاد ولا بحالها عاد قتله، ني ولا ديك سادات قتله ولواها وخشى في الماريو. هاو مشينا البارح في الليل جات خالتها عندي قالت لي واش جات عندك؟ قلت لها ما جاتش عندي. ملي مشينا كنضغطوا ما كايناش، فرع العايل لوسيا فرعت الباب، دخلت العايله صغيره من شارجم، قالت لنا الطويرات ما كايناش، الحوايج ديالو ما كايناش، هو ما كاين حتى شي واحد. صافي ديك الساعه خرجنا بحالنا، بدينا كنعيطوا مع الفجر، بدينا كنعيطوا قطع التليفون مع الفجر، قطع التليفون ديالها وديالو. حتى الصباح داك الساعه مشاو خوالاتها كيقلبوا على شي ورقه، جبرناها ميته ومنفخه. قتلها نهار ثلاثه في نهار الاربعاء في الليل، في الليل دائما اربعه المرات وهي كتوصل حتى للمحكمه وكيولي يرغبوا ويبوس لها رجله وتولي ترجعوا. مرة الاخرانيه خرج حوايجو كاملين وكيولي يجي وكيولي يرغب حتى كنجبروها دخلاته. انا عيطت لي اخر مره نهار الاربعاء في الليل، قالت لي الو اكريمه اختي راه ضربني هو كيقتلني. قلت له دبر راسك معاه، اخر هضره عندي معاه في التليفون قلت له دبر راسك معاه. جات يامي قلت له دبر راسك معاه، مشات لعند مرات خي بقات كتبكي. قالت لي انا دائما خالتي كيوقفوا معايا وخوتي كيوقفوا معايا وكنولي نرجع له، هذه هي اخر لحظه، هذه الاخرانيه عليه. صافي تما رجعت للدار ديالي نعست عين ما نقلبوا عليها البارح، ما جبرناهاش اخر لحظه دائما كيضربها وكيغزغزها. وسحبت الملف جوج المرات، دعاتو في محكمه الاسره المره الاولى ورجعت الملف، ودعاتو المره الثانيه وسحبت الملف، ودعاتو المره الثالثه ودائما كتسحب الملف. كتقول لنا ما خصنيش يتم بنتي، انا عشت يتيمه من يتمش بنتي. كتقول لي اختي انا عشت يتيمه من يتمش بنتي، وكترجع له مسكينه كتصبر وكترجع له. صافي وهذه الاخر عليها، قلت لا وغلت وقلت لا وفرسه 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 وخشاها في الماريو بلوها في البطانيات. وكلنا فيه الله عمل فينا مفجعة. الله ياخذه في الدنيا، الله ياخذه. حيت هي تربات يتيمه ما خصهاش تربي بنتها يتيمه، هاي كتقول لك انا صابره علي بنتي ما خصنيش يتيمه، وكدير هذيك العائله عندي وكتبكي وكتبوسها بحال اللي كتسامح معاها، بحال اللي كتسامح وليدي الحبيب ديالي مع ديك العائله، عندها العمر في ديك العائله. ما صبرناش عليها، وقالت هي اللي جات لعندي وهبطت بيدي وقلت له في الدار ديالي هذه اللي ما بغاتش تبرد لي. شافوا الناس الحومه، الناس شافوا كيقول لك صافي راه جاب بنتهم الحاضره ما كاين والو، هي راه في الخدمه في عشيه كنجيبوكم جبروها شي صغيره، حاطه طويسه الماكله صغيره، حاطه الصاك ديالها ديال اللي كدير الخدمه تاكل الكاط ديالها. كيقولوا لي الجاره ديالها كتقول لي خالي زكيه ما كتخرجش بلا كل الكاط ديالها، الا كتمشى لشي بلاصه راه ما كتخرجش بلا كل الكاط ديالها. عرفتي حنا فينا الرهب؟ حنا ملي دخلنا الكوزينه ديالها فينا الراه؟ بلا شي حاجه راه كاينه. اخت عام خالتها كتقول لي غريبه راه انا حاسه بزكيه كاينه شي حاجه في الدار، كاينه شي حاجه ما كاينه شي من غير القتل ديال زكيه.
هادشي يا وليدي الحبيب ديالي هادشي اللي كاينه حتى حتى الصباح عتقنا الخبر لهادشي هذا راه حنا ما صبرناش ولا كنت عيشي عائله قبيحه ما تبقاش فينا ما بغاش يتبرد لي علاجات عندي للدار ديالي ما بغاتش يتبرد لي هبوسه كتكركب ديك الدموع في الدروج كتكركبهم كنعيط لها هذه كنقول لها كريمه عن زكيه راه هي ضربه كتقول لي خليها بينا معها غريبه شنو غنعملوا لها عيط لسنه كتقول لي خليها بينا مع شنو غنعملوا لها المهم كيقول لك صافي قالت لي اختي قالت لي غريبه اختي قلت لها نعم قالت لي شوف دابا انا خصني نطلق منه الحاله المدنيه دالي لاكارت مخبعهم لي كلشي مخبعهم لي قلت لها زكيه اختي مشي لعندك لاريبيه وديك السادة شوفي شنو يعملوا لك الحاله يعملوا لك معاه هذه وليدي الحبيب ديالي باش فرقت معايا هو صبغ الحبيب ديالي هو صبغ وليدي الفشفاشه هذيك اللي كيرشوها هكا جبرتها عنده قلت لها زكيه هذا الراجل هذا اللي عنده الفشفاشه تفارق منه يقدر شي نهار يخليك نعسه ويعملها لك انت وبنتك تفارق منه ما تبقاش معاه لا ما بغاتش خايل الراجل كيقيل نعس ياك تمشي تخدم في المعمل وتجي تعطيه باش يمشي يكمي تعطيه كيمشي كيتعدل كيجي دائما الدار ديالو في حاله يرتلاها كيجي مشمكر كيجي معدل كيجي كيكمي في الدار صحه ندخل بالصبات صحه تهضر كيضربها واحد النهار انا مشيت كان رمضان معايا نجلس نفطر معاهم جا كيضرب الطيفور برجلو ما كيتعاملش معاها مره قلت له كيفاش كتعامل قال لي ديها في راسك ونوض بشي في حالك صافي موقع يقدر يمشي عند حتى شي واحد الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار الجمعه وليدي الحبيب الله ياخذ فيه الحق هذا النهار الجمعه دعوه به لله خلص.